الخير من بيروت السينمائي العالمي مايكل انجلو انطونيوني شبه المشاهير بالفراشات اللي بتحوم حول الضوء الساطع وهي تدرك انها محترقه لا محاله به ومع ذلك فهي لا تكف عن الدوران والدوران ممارسه لعبتها او متعتها في ان تموت حبا في دورها الذي وجدت من اجله رصد جوانب من حياة الفنانين الخاصة عاشن بمراحل متعددة وتقرب بصدق من مشاهير العرب عام 76 ابتدى الناقد محمد حجازي مشواره الصحافي بإذاعة صوت لبنان ليتنقل بعدها بين أكثر من منبر إعلامي من السفير، اللواء والحسنة طوال سنوات متعددة شكلت الصحافي الهاجس الأوحد عند محمد حجازي فتنقل بين الدول العربية بمحاولة لقراءة حياة المشاهير تسلح بالألم والكلمة الصادقة فأصبح الناقد الفني والصحافي المطلع بحوزته المئات من أخبار الفنانين العرب، عشق السينما العربية والدراما التلفزيونية فسارع للتواجد بكواليس الأعمال وأم بتغطية المهرجانات السينمائية العربية والعالمية على مدى 33 عام ليستحق بجدارة صفة الناقد الفني المتمرس. محمد حجازي آراء مطروحة أفكار متنوعة وقلم دائم التجدد مساء الخير واهلا وسهلا فيك استاذ محمد حجازي اليوم انت من اهل البيت ونورت هذا الاستديو مساء الخير النور جاي منك انا الريفلي تبعك اهلا وسهلا فيك الليلة رح نحكي خليك. كتير حلقه اليوم خاصه لنقول للمشاهدين انه اليوم الحلقه هيك لها طابع مميز اليوم رح نحكي عن كل المشاهير عن الشهرة بحد ذاتها اللي م. هو عنوان برنامجنا دايما واللي إذا بدك دايما بيكون المحور تبع كل حلقاتنا مع كل الضيوف اللي استقبلناهم م. معك رح نتعرف عليك أكثر طبعا رح نتعرف منك على ناس كتير على كثير مشاهير عاصرتهم عشت انت وياهم كنت اصدقاء انت وياهم عديتم ممكن انتقدتم لا. لانك ناقد وصحافي ومذيع واعلامي كبير ومخضرم يعني سمين. عايشت الجيلين على اعتبار كنت في السينما المصريه في لبنان طبعا. في المغرب العربي ما شاء الله يعني في المهرجانات العالميه وحاضر والعربي. حاضر في كل المناسبات التي تتعلق بالمشاهير وباهل الفن والشهره نعم. اول شيء هل الشهره مرض ما مرض شغله عظيمة الشهره لكن يخطئ بعض الناس لما بيتعاطوا مع اي شهير سواء كان ست او رجال بانه هذا شغله عظيمه جدا لازم يعرفوا انه مش دائما الشهير يعيش حياه سعيده وحياه رائعه وحياه مرتاحه وانه كل الامور حواليه ماشيه وكل شيء اهم شغله بحياته انه مشهور ما تبقى حياته العائليه حياته الشخصيه حتى حياته العمليه ليست مريحه على الدوام وهي محط دائما محط حسد بس هي يمكن المرض ببلش بالوصول الى الشهره انا بحس يعني اذا واحد يعني كابوس اذا اعتبرتيها كابوس رح يتعب اذا بدك تعتبريها كابوس بضل ليلا نهارا كل همه ان يكون مشهور يعني قديش نسبيا بتقابل آه. ناس بحياتك عبالهم يكونوا من مشاهير هذا هذا العالم يعني بهالايام هي مرض خطير مم. يعني قديش هلا انفلونزا الخنازير هيدي ولا شيء قدام قصه الشهره انفلونزا الشهره هلا اليوم اعلنت اعلنت انفلونزا الخنازير وباء عالميا هلا اليوم اعلنت رسميا صح فاللي بدي اقول بالنسبه للشهره نعم بتشوفي كل اللي عم بيحاولوا يزحفوا او يمشوا بطريق معين اما اما بطح عبطونهم واما ركض واما باي طريقه لا لمحل انه يكونوا هني شغله عظيمه بيعتبروا انه الشهره هي بس أن واحد يكون عارفينه الناس يطلع على شاشه، ينزل يطلع على منبر مسرح، ينسمع صوته باذاعه، بيعتبروا هي شغله عظيمه، هل بينما؟ الموهوب حقيقة ما بيسعى للشهرة هي بتسعى له، يعني بيسعى للفن والعمل ما. والابداع والشهرة بتجي كأنها هي حصل تحصيل انا انا بحس انه هيدي يعني الجانب الاخر والجانب الثاني اللي قلتيه هو اكثر واهم، اللي بيبقى موهوب جدا ما بيكون عنده هالهوس بان يصل لان يكون مشهورا الموهوب جدا يتمتع بان يمارس هوايته وهذا الحب اللي بداخله ليفرجيه للاخر، يعني بيكون كل همه بس انه هذه يعني هذه العطيه هالضوء المهم اللي الله عطايا بحب انه ينور فيه على الاخر. <applause> من هون بصير يبين انه هو مرتاح، هلا اجت الشهره شغله عظيمه. لم تاتي لا تعني وهي شغلة كثير كويسة. هل مزبوط في في ناس بس ينشهروا، يعني في كذا شغلة بالشهرة هي كأنها ستار بيتخبوا نعم. وراها، في ناس بيتخبوا وعذرا للتعبير بيكونوا هن مشهورين ومعروفين ويعني هيدا، إنما أغبياء الشهرة بتشيل عنهم الغباء. بتكشفهم. اكزاكتلي، exactly. لا بالعكس يمكن بتسترهم يتسترون وراء وراء الشهرة، لأنه ما بيجي ببال حدا إنه اللي بيكون مشهور ممكن يكون غبي أو 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 ساذج <applause> ساذج أو أو هيدا، يعني هيدا اللي بيعيش مع هالأشخاص وراء الكواليس اللي يعني بيصير على صداقة منهم بيعرف مين الغبي، مين الذكي، مين اللي موهوب حقيقة، مين اللي علاقاته هي اللي وصلته إلى الشهرة، يعني هدول الأشياء حب الليلة إنه نحكي أنا وياك فيه لحتى نعرف قديش كم واجهت اقنعه، قديش انصدمت بناس، قديش في ناس عشت انت وياها وما كنت متوقعة هيك يعني بس تعرفت عليها فتت الى مكان اخر او اني تفاجأت اي إيه ان كان ايجابا او سلبا ايه لا بحب اقول لك شغله دائما يعني عديمي الموهبه اللي الله بيعطيهم مثلا اي لمعه بتوصلهم يصيروا مشاهير شهرتهم ما بتدوم او حتى هذه الشهره يعترضها بفوت عليها وينج شمال اي شغله غلط وبتخربط لهم الدنيا حلوه شمال وبت... وبتشيلهم من الطريق ما بيقدروا يكملوا بهذا الاطاله يكملوا للاخر بتكون حياتهم كمشاهير حياه قصيره واحيانا بيتم وفاتهم فنيا ووفاتهم كشهره بشكل حاسم تماما هذا اللي بيخلي انه لازم يكون صاحب الموهبه هو الذي يعيش اكثر هو الذي يتم تخليده وتاكدي ما في حدا هلا عم تذكري له اسمه محليا كان ام عربيا ام دوليا الا وكانت عنده موهبه قادر من خلالها ان يقول للاخر انا موجود وانا بقدر اني امتعك لك بهذا العصر وامتع غيرك في عصر اخر وغيرك وغيرك في عصور اخرى هيدا هو اللي بيخلو. طيب المشهور المشهور بيحمل راسه دائما يعني آه بهيك مش باللبناني يعني حتى لو كان موهوب حسب الباص تبعه بس في حتى لو كان موهوب وفنان ايه. يعني ما فيك تقول انه مش فنان بس طبع. ما فيك تقول انه راسه مش حامله ايه. يعني ايه. مش قادر بقى يستوعب قديش الناس بتحبه قديش الناس بتركض عليه هذا قديش خطير قديش سبب الى في في فنانين انتحروا لا. عم نحكي نحن اليوم رح يعني رح لو نحكي عالميا ايه ايه عم نحكي هذا في ناس تعاطت واسعة مروحه واسعة وبيكون في كأنه الشهرة بتفتح أبواب للفساد بتفتح أبواب أو مجالات لأنه ست شانتال بيكون هو مهيأ مهيأ بالفطرة مهيأ بالولادة مهيأ بالممارسة لأنه يقوم بهذا العمل تماما هيك عرفتي؟ بيكون مهيأ وإلا ما ما بيفسد بعدين إذا كان هو عنده باز مختلف غارسيا ماركيز هلا عم نعمل كتاب عنه اللي عامله واحد انجليزي بتعرفي قد ايش ضل عمل هذا الانجاز ب 500 صفحه له 17 سنه يدرس جارسيا ماركيز هلا بهالايام اليوم بيقول لك حدا انا عم بعمل سيره فلان بعد جمعتين بيقول لك الطبعه صارت متوفره حبعت لك اياها مزبوط مزبوط في يعني أنا. اليوم سرعه في فاست طبعاً فاست ايه في ناس بكل بكل إيه. شيء مش بس بال... فلدرجه جارسيا ماركيز بيقول عن اللي عمل عنه هذه السيره قال له انا لو محلك ما بعمل كل هذا الجهد لحتى اكشف حدا مهم بس انا هلا عرفت من خلال شغلك من خلال تعبك ومن خلال هذا الدأب مم. على مدى 17 سنه ها اني انا قديش مهم هالقد وانت مقتنع فيه اللي بدي اقوله بهالاطار انه غارسيا ماركيز كان ممكن يكون واحد شهير جدا بالعالم شهير قد ما بدك مم. وبنفس الوقت لما صار هالقد مهم ما يقعد يلقش حدا ويطلع هذا الرجل ما زال يمارس حياته الطبيعيه جدا ما زال يعيش في بيئه ريفيه بيئه كثير متواضعه كثير راقيه لكن بيحب فيها انه يشم ريحه الزهر بيحب فيها يحب الهدوء يحب يسمع صوت العصافير بينما اخرين من اول ايه من اول ضربه شهره شرف يعطيني حدا يقدر يهدي ما بيقول يتهدى وهذا اللي ما بتهدي بيجي شغله وحده بتهديه باول باول ظرف غير طبيعي بيقشط وهذا اللي نحن بنراهن عليه طيب دايما. في فنانين كبار انتحروا مثل داليدا اليوم نحكي يعني نعطي على سبيل المثال اليوم في نحن باستوديو موجود في صور ل يعني كبار مشاهير والخيار فظيع على فكره الخيار كثير لانه كان حقيقه ب... بعنايه يعني انا نقول داليدا انتحرت داليدا داليدا انا بعرفها لما كانت عم تصور اليوم السادس مع استاذ يوسف شاهين باليوم السادس كان دائم التعاطي معها ويقول لها تهدي تكون دائما متشنجه، دائما معصبه، ودائما عندها مشكله وحده على فكره، هذه إنساني كانت تريد أن تنجب كانت امرأة حقيقية تقول أنا بدي رجال جيب منه ولد وهي كان عندها يعني واحدة من الشروط أن تحب رجلا ومن ثم تنجب أدي كان عمرها بوقت اللي صورت الفيلم السادسة. ما كانت كبيرة كتير كان بتسعة واربعين خمسين سنة يعني هي كانت, كانت غير قادرة على الإنجاب يعني ما, ما, هي معاني بحياتها هي لم لم تصادق رجلا إلا وانتحر يعني معروفة حياتها مدد من العلاقات السيئة جداً في ثلاثه انتحروا بحياتها ثلاثه طيب هل هي ظروف حياتها ولا لانها كانت شهيره هذا قدر يعني هذا قدر هذا قدر يعني وحده مثلها بتنتحر وبتكتب يعني بوصيتها كلمتين بيقولوا انني لم اعثر على من استطيع ان اعيش معه حب عظيم معقوله دليدة من احبها كل من سمعها لم تجد رجلا لكي يحبها لكن،, لكن اليوم قد ما بتعطي هؤلاء النجوم نعم. انت محبه هنّي آه. هن عم بفتشوا عن محبه تانية شكرا هذا اللي بحاول اوصل له مش انا قلت لك انه انه حياته للفنان الشهير الحياه الخاصه طبيعته العاديه كل ما تجتمع بشهير بيقول يا عمي ما الناس بتخاف منها بتخاف تقرب <applause> اذا كانت ست بتقول انا نجمه وانا حلوه وانا قد ما بدكم لكن اعطوني مجال اعيش حياتي طبيعيه انا بدي شاب اذا اطلع فيه وعجبني وعجبته أعمل بيني وبينه تيليباسي يا بالعينين يا بأي شيء تاني لعيش حياتي طبيعية بينما هدول ما بيقدروا يعملوا هيك سبب بسيط أنه نحن كناس عاديين إذا خطينا عاديين تعاملنا مع الآخر تعاملنا مع الفنان مع النجم العظيم مع الشهير هو أنه شغلي خارقة شغلي ما بتنطال شغلي ما حدا بيقرب له انت طيب بتعرفي كيف في حقيقه لازم يعني اذا بدنا نحن نقول للناس انه المشاهير مش بحاجه لهالقد بحاجه لشو كيف بدهم يتعاطوا مع فنان هني بيعشقوه بيموتوا عليه بحبوا افلامه بحبوا أعمال اعماله ما فيك تقول لحدا كيف كيف ابدا مرات بيبقى حب ما بينطاق يعني في ناس مرات مأذي كمان طبعا يعني يعني في فنانين ما معقول يعني انا بسمح لحالي اقول لك عن سمير غانم مالها طالع معه بسيارة من مصر الجديدة لوسط القاهرة فعن الميلان يفوتوا عليه عربيات من الميلان ليسلموا عليه رح يدهوروه زعج انزعج جدا وقال لهم كلام مش حلو بقلب السيارة بس قال لهم كلام وعم يضحك عرفتي؟ م. قال كلاما وهو يضحك فقال لي قال لي شرف هاي الشهرة شو بتعمل؟ قال يعني الراجل حي يعني حيصدمني بس مشان شو يقول له انه هو عرفك يعني انت طب اغلبيه على... المشاهير اللي انت عرفتهم يعني مم. على صداقه انت وياهم كانوا منزعجين من شهرتهم بالمط يعني بال بالمطلق يعني بس يوصلوا الى بعمر معين بعد مم. الشهره اذا شهروا على عمر صغير يوصلوا بس يصيروا يمكن بالأربعين أكثر شوي بيحسوا أنه ملوا يعني هون في مثل كانه هن عم انه الشهره وصلتهم لقلوب كل الناس لبيوت كل الناس نحن. عملوا عملوا انجاز كانه من وراها خليني اقول لك انه آه؟ لا لا خليني اقول لك انه نحن عم نحاول نقول انه الشهره يعني ما دائما عظيمه عند المش... عند الشهير لكن هذا لا يعني انه دائما الشهره مزعجه للفنان ابدا في كثير فنانين بيقول لك يعني انا الغذاء تبع جسمي غذائي المعنوي اني يعني لاقي حدا يعرفني بالشارع لاقي حدا ياشر لي هيدي هي باو بالمرحله الاولى ولا المرحله الثانيه لا لانه في مرحله البدايه طول. ومرحله ايه؟ الواحد خلص صارت الشهره عنده مثل المي وال... عظيم والأولي هلا في بيحكي. ناس في ناس هن بيقصروا بيقصروا بعطائهم الفني بيقصروا بابداعاتهم بتصير الشهره اللي بلشت معهم بتصير تخفض لانه هن مش عمال بيدعموها بصيروا هن يركضوا وراها بالظبط يعني وهم... كل حياتهم أيوة. يركضوا وراها انا فيني اقول لك عن شغله وهي... وهيدي اقسم بالله انها حصلت فنان اضطريت آه بفتره يطلع معي بالسياره بدي اوصله لمحل ما كان معه سياره ما كان معه سياره وهو أي اسم معروف يعني الفن ما كان يتعلم لا هلا من شي كم سنه آه. يعني والله يرحمه مش هيك ما اقول اسمه لانه مات آه. آه. قال لي انه بس وصلني معه كانت آه الوقت بكير مارقين بشارع الحمراء اقسم بالله انه ما كان في حدا يعني شهر حمر الساعة 9 صباحا انه بعض الناس عم تفتح محلاتها او حدا عم بيصب لكن الشارع فاضي حلو بهالوقت شارع الحمراء بالضبط <applause> حياتي ما جيتوا هالوقت فست شانتال هو ماشي بس... يعني ماشي قد حدي اهلين مرحبا الله معك عمين عم بيسلم هلا اول مره مرقت مره ثانيه اهلين اهلين حبيبي حبيب قلبي يه. يا الله طلعت شمال يعني عن اي عمر ما حدا كان باي عمر بهالوقت هو كان باي أي. عمر كان ب 67 سنه وهو صديق يعني هو صديق وحبيب وكل شيء لكنه كان في فتره معينه نجم. احد احد نجوم التلفزي في لبنان واحد نجوم الاذاعه في لبنان واحد من الاصوات العظيمة جدا لكنه وكان يردد دائما انه انا الناس بعرف بتحكي معي بطريقه خارقه بذكروني بواحد اثنين ثلاثه وانا ادرك انه قلال بالضبط انه قلال كان يقولوا له هيك اللي اللي عم حاول اقول لك انه وصل لمرحله هبطت الشهره ما عادت كما كانت بكل بساطه عم بيحاول هو يعوض هذا التعويض عم يطلع منه هو يعني صار عم بهلوس عرفتي فنعم الشهره مرات بتوصل واحد فوته بالحيط بفوت بالحيط مين طيب مين من الاصدقاء اللي عشت انت وياهم نحن بنعرف انا كمخضرم وعلى علاقه وطيده بنجوم لبنان نجوم سوريا نجوم مصر كمان كنت عايش لا. بفتره عندك كان مع الراحل فريد شوقي كان صديق حبيب لا الله. الراحل الغالي والكبير شو شو بتخبرنا عن ملك او وحش الشاشه العربيه مثل ما كانوا يعني انا حبيب. بتصور انه الملك الله يرحمه كان عنده شغله ويومتها كتبنا له مونشات لما مات مات وفي نفسه شيء من انه يتكرم ويتسمى فنان الامه فنان الشعب طلب يومها كان كان يرغب وقالها قال علنا ونشرت انا بمقابله وقال انه انا اذا عندي طلب واحد بحياتي هو ان يجتمع مجلس الشعب المصري ويعلن ان فريد شوقي هو فنان الشعب هذا لم يحصل ليه؟ هلا لم يحصل مش لانه مجلس الشعب ضده لفريد شوقي الله يرحمه بتصور انه هو طلب عده مرات ربما لو انه عاش يعني ايام او سنوات شوي لقدام كان ممكن يحصل هو طلب هذا الشيء باواخر هو حياته هو طلب ايه طلب قبل ما يموت بحوالي ثلاث سنين وكان يكرره كان يعني معهم وقت ليعملوا ايه طبعا لاني انا شفته مرتين بكارتاج كنا احنا وياه بال 84 مهرجان السينما وكان في باص عم ياخذنا من محل لمحل كان في عزايم كثير بمهرجان كارتاج وكان يكرر ويعني وي بيقول بصوت عالي انه انا مش قادر صدق اني يكون هالقد مهم للشعب العربي والا اعطى هذا اللقب العظيم فنان الشعب. هو يعني الله يرحمه شو قال ممكن يضيف له هو, هو هو هو, فن هو فنان هو إشباع لكل إشباع لرغبه شخصيه يعني هو يعني يعتبر انه كبر الى مرحله كثير زايده يعني هو لما لما صار انه عاطي قد ما بدك وقدر انه يعمل هذه الجماهيريه الواسعه هو على فكره بحياته العاديه الملك شغله كثير رائعه يعني كان قاعد بيته وعنده فيلا وبجه معمر مع جامع له بيحمل اسمه م. فكان يقول يعني انه انا هيدي حياتي اديت واجبي لديني اني عمار الجامع لكن انا بعيش حياتي بشكل كثير مرتاح وطبيعي جدا والله يطول بعمره رانيا اللي هي بنته المدللة جدا كان في هوس عنده وما اراد يوما ابدا انه يجي صبي ما كان يعني له بتعرفي هو خلفه كله بنات م. فكان يقول دائما انه البنت ب صبي وما كان يقول لا يعوض عن شيء عنده ما رغب يوم انه يجي صبي لسبب معين، يعني. كان يعتبر اكثر ثروه عنده مهمه هن البنات اللي هو جابهم. يعني يعني اليوم من صداقاتك ب بهؤلاء النجوم اللي لا. عاشوا يعني هيك بالشهره اذا بدنا نقول اعلى مراتبها. طبعا بتلاقي انه عندهم عندهم شخصيتين ولا عندهم شخصيه واحده؟ لا يعني بتصور انه معظم اللي يعني تم التعرف عليهم كانوا هن بذاتهم الناس اللي الناس بيشوفون على الشاشه يعني بذكر الاستاذ نور الشريف واحد من يعني من المثقفين جدا الرائعين الرائعين قد ما بدك يعني هذا الرجل اذا ذهبت الى بيته بتشوفيه هو بذاته مثل اي شخصيه بتشوفيها طالع فيها بمسلسل او بفيلم او حتى على الخشبه يعني وهون هيدي قيمه الفنان هو مثقف جدا يعني هو هو قمه هو طاقه من الكاريزما تتنقل بين بيت بين خشبه قدام كاميرا تلفزيون قدام كاميرا سينما بيبقى هو بذاته <applause> فما فيكي ابدا انك تغيري فيه مثلا استاذ حسين فهمي استاذ حسين فهمي لو ان السينما استطاعت ان تكتشف في هذا الرجل الكوميديا الموجوده فيه هو واحد بتعدي معه لا تملكي ولا لحظة إلا أنك تكوني سعيدة قد الدنيا <applause> كتير زهراوي كتير لذيذ كتير بنكت نكت حلوة كتير ظريف وهذا النمط يعني هذا المناخ بشخصيته بعتقد أنه ولا فيلم على الإطلاق ولا حتى ولا مسلسل قدر يقدمه بهذه الصورة وحتى في مرة عم بسرعة هو كان يتجنب الكوميديا ولا كان يتجنب شيء. الظروف اجت هيك وال يعني هو كان يرد دائما يعني يقول أنا حصروني بالواد الثقيل الله يرحم سعاد حسني اللي غنت له هذه الغنيه مه. طبعا ربنا عطيه كاريزما ووسامه آه ولل... وللعلم هو لا يستخدم مشطا على الاطلاق ما ما بيمشط شعره ولا مشط المشط الوحيد هو صبيعه بس مه. هو لا يستعمل مشط ابدا يعني هذا الشعر اللي بيشوفوه دائما وكانوا يقولوا له الشعر المسبسب او الشعر هي. كذا هذا الشعر ما بيدخل هذا هذا سر جماله لكن يعني. إيه. هذا جزء منه وهذه الشخصيه العظيمه يعني اللي بتشوفيها هلا البعض بيقولوا انه بالدراما مرات بيعصب بطريقه معينه يعني. انا بدي اقول لهم اللي بيعرف الاستاذ حسين فهمي شخصيا لابد ابدا الا انه يقول ليش الكوميديا ما حدا طرق له بابه اعطاه دور كوميدي لو انه اعطي كوميديا لكان غطى على كل هذه الوسامه اللي الصبايا بيحبوا فيها او حتى الشباب بيشهدوا له فيها ليش دائما الوسامه اللي مش لازم يكون واحد هيك نحن هيك آه معورين. هذا آه هي. كا بالسينما كأن تنميط كانه <applause> نرجع مع أستاذ محمد حجازي مثل ما قلت بالاول انت بحر بمعلومات كنا عم ندردش شوي هيك انا وياك عن المشاهير عم نقول انه هي في مراحل بالشهرة في السعي الى الشهرة في لما واحد ببلش تخلص الشهرة منه في كمان ضويت على موضوع كثير حلو انه لما بتبلش تخلص طبعا. الشهرة في ناس بتقرر وهذا انا بحسه وعي وادراك كبير انه بالوقت تنسحب بالوقت المناسب بالوقت المناسب مثل السيده هند رستم كنت قبل ما طبعاً, طبعا كنت على علاقه بالسيده هند رستم كان في فيه كان فيه تواصل مع مم. ست هند اول شيء بنحب نعزيها بوفاه زوجها الدكتور طبعا أه الله يرحمه بس مدام هند هالفنانه العظيمه هنومه اللي كانت مع الاستاذ يوسف شاهين باروع ادوارها بالبدايات وقدرت تاخذ على مدى سنوات طويله سمت انها ممثله اثاره، انا ما بعتبرها ممثله اثاره، انا بعتبرها اهم من قدم الانثى بصورتها الرائعه على الشاشه، وحرام ان تظلم وتسمى اثاره، هي لم تكن تلعب هذا الدور كي تثير، كانت انثى، البعض اخذ الموضوع الى مكان اخر، وهيدي نوع من التصويب للموضوع. مدام هند بلقاءين صاروا ببيتها وعندها كلب مرعب يعني، الوصول لبيتها شغله فثلاث مرات نضرب تليفون من تحت لحدا يشيل الكلب عن الباب لنقدر نفوت في عندها كلب يعني يخزر العين هيئته بياكل كثير فجاي صحته منيحه فالمهم يومها كان في كان في شغله كثير مهمه باللقاء لتشوفي قديش يبقى الفنان احيانا هذا اللقاء ذكاء ال... اخر لقاء كان لك هيدي بي يعني باواخر الثمانينات تقريبا فاللي حصل انه هيدي القعده مثلا بتقول شغله كثير مهمه ست هند فبسالها انه انت معقوله تنسحبي بفتره وكنت اسما كبيرا وكنت رائعه ومضيئه و وو... و قال احسن شيء الانسان ان ينسحب وهو في القمه قلت بيقدر يكون بالقمه ويكمل هي ست ام كلثوم يعني ما توقفت على الغناء حتى يعني رحيلة مم. طبعا رحيلها الجسدي فقالت لي لا انا كان عندي رغبه اكثر انا شفت اللي قبلي اللي قبلي شو صار فيهم في العديدات من زميلاتها اللي لا قدروا يخلفوا ولا قدروا يعيشوا حياه صح ولما حياتهم تقدمت فيهم قالوا باي, باي باي بطريقه مزريه هي احبت ان تنسحب وان تعيش حياه اجتماعيه طبيعيه وان تكون ست مجتمع هي لم تنعزل طب هل هل اللي بيعيش تحت الاضواء هالفتره الطويله آه من بعد هيك ما ترجع تتصل فيهم وتطمن عنهم هل بيكونوا لما بيكونوا آه بعاد عن الاضواء بيكونوا سعيدين لا في عالم توازن آه طبعا بحس في خلل واحد طبعا حياتي. طبعا اي فنان لا يستمر لا يتواصل ما بيضل حاضر عند الناس ما بيكفي انه حدا يسلم عليه بالشارع عرفه مثلا ممكن ممكن تنقال انه يا حرام ليك كيف صار فلان او فلانه بكونوا عارفينها مثلا زهره يانعه رائعه قد ما بدك حلوه كانه بس كانه نحن عم نربط النجومية بالجمال والصبا لا لا اللي هي هذا هذا الشيء يعني لا لا. شوي هيك بحس الظلم يعني لانه اليوم بحبوها الناس يعني. وبتكون هيك نجمه اذا كانت صبيه وصغيره هلا يعني ما عم ننكر انه الصبا والجمال هو يعني اجمل أجمل مرحله بيعيشها بدي احاول اقول لك انه ما تلغي, تلغي هذا الموضوع في ما فيك فيه. تلغي ما فيك تلغي بس الرجال بيضلوا نجوم ومشاهير وبيضلوا يعني عايشين تحت الاضواء اكثر مش كلهم يعني أكبر. يعني فيك تاخذي كمال الشناوي الله يمد بعمره وكمان يعني ان شاء الله بيكون صحته كويسه ملقت فتره كان معتلا بي بي بطريقه معينه لكن استاذ كمال قدر انه انه يستمر مع عده اجيال وكل ما فات جيل عليه وهو يكون وصل لعمر معين كان ياخذ ادوار تليق بسنه وهيدا ذكاء الفنان هو لم يتوقف فاتن حمامة كمان هيك كنت كمان. على صداقه ست فاتن تعرفت عليها كانت عم تصور مع بركات بمحكمه وعرفني عليها الله يرحمه الاستاذ شكري سرحان كان معها بنفس الفين ويومها صار في خطا لغوي يعني انا وقاعد معهم بالقاعه على باعتباري مذيع دينتي سميعه لغويا يعني. ف يعني سمحت لحالي اني إلها ببريك بسيط قلت لها القرار الحكم اللي طلع في محل في خطا لغوي قالت لي هو ايه فقلت لها فعيطت لإناس لأ الدغيدي كانت مساعدة مخرج يومها من يومهم نعرفها لإناس لأ الدغيدي مم. تحيلة لها كمان فقالت لها انه هيك هيك بتقولي له، فرحت قالت لأستاذ بركات وتم اعاده التصوير لهي المقطع اللي فيه حكم وعاده الحكم بيكون باللغه الفصحى. فرجع صلح اللغه بقلب الماده وعبرت. لكن الرقي اللي عند الست فاتن شغله ما فيك تصدقيها قديش هي. يعني يعني دائما هي من خلال كل اعمالها يعني ولقاءاتها وانتقاءها لادوارها يعني, ايه لأدوارة يعني ايه هي الفطره اللي, اللي بتشوفيها عند هذا التواضع الجم يعني هذه الابتسام اللي فيها اللي فيها كل كل لطف العالم، هذه بتشوفيها معها بحياتها العادية، ويبدو انه الطريق لقلوب الناس هي هذه الفطرة العفوية واحد ما يكذب بس. هذه العفوية، أه؟ يعني بس ما حكيتني اليوم عن ولا عن ولا حدا من هالمشاهير أه؟ سلبا، ليش؟ خايف يزعلوا الموجودين مثلا م... اللي هن بعدهم على قيد الحياة الله بعمرهم يعني بس انه خايف يزعلوا منك او لا مثلا لا, لا لا مش زعل تزعل آه مش تزعل المساله إلى علاقه باخلاقيات المهنه يعني انا اذا كنت فت على بيت حدا منهم مش بالضروري مثلا تفوتي على بيت اي حدا ما بالضروري تطلعي بشيء سيء وبتطلعي تخبريه برا بس بس هذا الشيء سيء آه شيء. موجود لا لا شيء. يعني حتى اذا انت مش قلت يمكن اليوم بدنا نحكي عموميات شو الاسوا من المشاهد اللي شفتها بحياه المشاهير شو اسوا يعني ما نقول مزاجيتهم ما نقول اسماء ما بدنا لا لا أسماء. خلينا ما نقول أسماء لا مش هيك مزاجيتهم استبدادهم ما بعرف انه قمنا في كثير مشاهير وانا بشوفهم بشوفهم على الكاميرا شيء الوجه السمح الابتسامه الحلوه وبس يضوي يطفي الضو الاحمر <applause> طفوه شوي هلا <applause> بس يطفي الضوء الاحمر بتلاقي <تصفيق> شخصيه <تصفيق> مختلفه يعني انا بدي اقول لك اني مره كنت ببيت احد الفنانين وهو نجم كبير الله يرحمه هلا آه يعني ثائبت انا فايت لعنده يبدو كان عم يعطيه تياب ولا روح عادة في شباب بيساعدوهم بالبيت فبيضربوا بالكف قدامي بيضربوا كف مرتب يعني فقمت انا يعني انسحبت من من صالون البيت واتجهت للباب لفل مم. اعتبرت انه مش حلوه انه انا فايت لعنده عم يضرب كف لحد عنده فالحين على الباب قال لي انا مش يعني انا مش مرتاح اليوم وجد عذرا لانه صار كذا فرجعت قعدت انا وياه مثل مثل هذا المناخ فهمته بعدين ما بتقدري ابدا انك تقولي لفنان مبدع انك كون كتير متوازن، يعني انا مع اللي بيقول انه هذه الشحطه بين الجنون والعبقريه هي موجوده نعم. علينا انه انه نقول للفنان اللي بيبقى مبدع نحن قادرين نستوعبك عندما تكون مجنونا وان نستوعبك عندما تكون مبدعا هذا مطلوب هذا ما بيعني انه يطعمك فوف للعالم هلا ساعة بالضرب كل واحد منا ممكن ينرفز يمد ايده يعني مم. عرفتي ممكن واحد ينرفز يطلع بيطلع خلقه هيدي آه هون بترجع بس للي ذكرته بالبدايه للتربيه نعم. وال طبعا 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 وانا برجع بقول لك شغله يعني في كتار بتبقى تربيتهم عظيمه بيضلوا قادرين يحافظوا على هذا التوازن مهما تقدمت فيه الشهره يعني هيدي هي كثير محطه مهمه قديش في ناس هيك آه تعرفت عليها ببدايه ببدايه ببداياتها نعم. وكانت هيك يمكن هي بتسعى لمعرفتك ولصداقتك نعم. لحتى تكتب عنها لحتى هيدا آه وبعدين آه تغيرت في نسبه في نسبه, نسبة, نسبة, نسبة كثير كبيرة نعم مثلا بسمح لحالي احكي عن استاذ احمد زكي الله يرحمه نعم. واكبته بفترات طويله و... وكان يعني نعمة الصديق وكانت الصداقة ما إلها علاقة بأن يكون أنا صحافي ويكون هو فنان أبدا ولا مرة أحمد زكي بعرفه من لما كان بمصر جديدة وساكن لحاله وكنت روح لعنده عنده كان سيارة تاونس صغيرة من إلا نحن باللبنان مكركعة كانت على قد حالة يعني ويومها ما قدر يعني كان سهران كتير واضطر كان عنده موعد تاني يوم وكان عندي موعد لأعمل مقابلة معه فقال لي حناخد معاد تاني وننزل سوا نزلك معاي الأوتيل أوكي فنحن بالطريق صرنا ندردش وصلني على الاوتيل ونزلت قال لي بكره نفس الميعاد قلت له لا خلص افتكرني زعلت بس انا تركته ونزلت وانا كل اللي كنت عم دردش فيه انا وياه بالسياره كان هو الحوار كان هو المقابله وارسلت له خالصه بعدين فانبنت صداقه من خلال هاي انه أنا كنت نعم الصديق اللي بيقدر يسمع أي شيء ويقدر يترجمه بالكتابة بمثل ما سمعه مش بعكسه طيب هيدي هيدا موضوع كثير حلو نعم. يعني اليوم الصحافي كيف يكسب ود وصداقة الفنانين اللي هو بينتقدهم نعم. واللي هو بي يعني بيكتب عنهم بالمنيح بس بنفس الوقت نحن بنعرف انك انت بتنتقد نفس الفنانين اللي هن أصدقائك بتنتقدهم نعم. وبتكون جريء جدا كيف ممكن تحافظ على توازن بالعلاقة اذا كنت انت بتكتب السيء وبتكتب سؤال جميل. ال... سؤال جميل سؤال جميل جدا وهيدي اذا بدك هيدي وحده من عوامل التوازن بالعلاقة بين من يكتب بهيدي المهنة ومن يستطيع ان يعني يكمل علاقته بالاخر الفنان ويبقى فعلا على مستوى واحد. م انا بدي اقول لك شغله انت بتثبتي للفنان انك انسانة مهنية يعني انا بس بدك تحكي معي اذا انا ما بعطي رايي صح وانا اللي بيشغلوني واللي بياخذوا لي مقالاتي وبيبيعوني يعني بيشتروها مني وبيعطوني عليها اجر بيعطوني اجر مش لاني انا بعرف اكتب لغه عربي لا بيعطوني اياها لانه عندي راي وهذا الراي يسري على الجميع اذا كان سلبيا بعمم اذا كان ايجابيا كمان بعمم هذا هو المقصود من يعطيك هذا الحق انك انت انا مهنتي هاي إنك انا مهنتي انت يعني انت دارس موسيقى لحتى تنتقد نعم. الموسيقى دارس السينما لحتى تنتقد السينما يعني اليوم من اي خلفيه ومن اي منطلق الصحافي لازم يكون هو ناقد نعم. ولازم يكون هو يمكن كمان اوقات بس صحافي يكتفي بانه يكتب اشياء صغيره لحتى أي. اليوم في لغط لانه نعم. مش كل صحافي هو ناقد نعم الصحافي لحاله يعني لها هي الاسم الكبير يتفرع منها النقد يتفرع منها التغطيه يتفرع منها الريبورتاج اي شيء اكزاكتلي <applause> بس مش كل صحافي هو ناقد لا لا ليش ما يطلع لا طبعا طبعا وينشر الكل في اسماء قد ما هذه الاسماء عاده مثل الاسماء اللي راسبين بالبكالوريا مم. ما حدا بيعرفه وهناك اسماء بتوجد نفسها مم. هذه الاسماء التي توجد نفسها توجد نفسها بحاله وحدة هي الأسماء التي تثقف نفسها ولا تجلس وراء مكتب وتعتبر نفسها أنه هي كاملت أنه هي صارت عظيمة الجلوس خلف مكتب لا يعني شيئا، هو ابيخ علاقه بين الصحافي ومكتوب كيف كيف لازم نفسك يكون ميداني، لازم مم. يكون ميداني، حضور الافلام، المهرجانات ال كلهم، كل شيء. مم. يعني انا اذا بدك على مدى حوالي 15 سنة امضيتها كنت انزل اقعد بمصر 10 ايام كل شهر. العشرة ايام هدول كانوا بالبلاتوات من استديو الاهرام، لسيدو نحاس، لاستديوهات التلفزيون، قد ما بدي كلهم بعرفهم في الاماكن اللي كانوا يشتغلوا فيها <applause> وبعمل تحيه لكل الفنانين المخضرمين اللي كانوا يعرفوني بموديل كيف كنت اشتغل يعني يعني في عندي حقيبه بالكتف مع كاميرا بشنتي مع اله تسجيل مع بدك اياه اله التسجيل ما كنت استعملها اصلا ابدا ولا مره مره وحده وانا ندمت كل حياتي وظهرت من استديو مصر عم ببكي كان يومها اول لقاء بعمله مع الاستاذ عمر الشريف يومها كان عم بيصور فيلم ومساعدته للمخرج بتروح بعربيه بتاكسي بتجيبه من الاوتيل على الضفه الثانيه من من النهر وبتجيبه على استوديو مصر <applause> فما كان يزبط ولا شيء وكان الاستاذ هاني لاشين صديق فقلت له بدي اشوفه الاستاذ عمر ضليت خمس ايام لمش الحال المهم اللي جابت اللي جابت لي الموعد هي مساعده المخرج فيومها اعطاني بقلب غرفه المكياج 10 دقائق فلما قعدت معه الاستاذ عمر على فكره ما بيحب حدا يقول له استاذ عمر يوم تعمل له استاذ عمر قال لي بتكلم حدا تاني أه. قلت له لا حضرتك اللو. قال لي انا اسمي عمر الشريف بس مش استاذ عمر الشريف وهذه من الشغلات اللافته جدا فقال لي عندك 10 دقائق ولازم تسال اسئله كويسه قلت له اوكي فجيت بدي بلش دق له هاني رشين قال له انا عندي انفلونزا وحاعمل فركش للشغل ومش حقدر اشتغل اليوم فطلع فيه قال لي شوف يا ابني لو حد اسئله كويسه انا باقي معك واذا كان استاذ عمر عمالي بيسمع ممكن يتذكرني اي لو حاسس اسئله كويسه انا باقي معاك اي سؤال ما يعجبنيش هقول لك امشي بهالحكي وبقيت انا وياه بلقاء من اجمل اللقاءات بقي ساعتين و40 دقيقه ما بنسى ظهرت من الاستديو انا ونازل عم ببكي هيك كتبت ورا لانه هذه هذا اللقاء ما سجلته لانه ما كان معي مسجل هلا معي سيارتي بشوفي فيها مسجلتين ووحده معي بالتابلو ثلاث الات حتى اي وحده بتنتزع يكون معي غيرها بس لتسجيل بعض الشغلات اللي بتطرق بحياتنا اليوميه بمهنتنا أنه ما تضيع شو بتتكسب من هال هالأشخاص اللي بتتعرف عليها أستاذ محمد يعني بيقولوا بالمصري يموت المعلم ولا يتعلم يعني آه. اليوم أنت عصرت مثل ما قلت الجيلين عم بتشوف طبع. اليوم شو الفرق أول شيء بين شباب اللي كانوا نجوم السينما نعم. بوقتها وشو الفرق بين شبابنا اليوم اللي هن نجوم السينما فرق كبير. فرق كبير وشو تكسبت من, من جيل القبل اللي هني من جيلك يعني نعم. كمان أو أكبر منك بالسن بشوي وفي منهم من جيلك وفي منهم اصغر شوي لا. وشو ممكن هل ممكن نتكسب شيء من الشباب هالايام؟ طبعا بها لا, لا طبعا بهالايام لا صعب ويمكن مشان هيك ما بتواصل كثير معهم لكن الجيل اللي سبق هو جيل بتتعلمي منه قد ما بدك لكن اللي بتتعلمي مش اللي هو موجود فيهم بتتعلمي اذا كنت انت راغبه انك تعبي بعض مناطق بشخصيتك تعتبريها ناقصه ويجب ملاها انا كان عندي رغبه وفضول شخصي قبل المهنة انه هيدي الناس اللي بتشوفها الناس وين ما كان وبتعتبرها منارات ورائعين من إن يعني إيه. عمر. عمر الشريق. مين اني هذول يعني تصوري عمر الشريف ما قلتلوش استاذ عمر لحظه عمر الشريف ايه قلت له بتقول عنك صوفيا لورين انك افضل من قبلها على الشاشه شوف الذكاء قال لي اه ايه يعني قلت له شو بتجاوب قال لي لو قالت غير كده كان ممكن ما جاوب وخلص شو علمني فيها هاي علمني فيها إنه بيعرف شو بده يجاوب. فصرت أنا بأي شغلة بعملها بحياتي بنتبه لهيدي، وهذه لم تفارق ذهني. إضافة لهيك مثلاً أستاذ عزت العليلي يعني أول شيء بحبه محبة خاصة جداً، وهو يدرك هذا. وأنا عملت شهر عسلي بالقاهرة، وكان عم بيطالبني إنه ابني البكر صنع في مصر، فهو مصري. فبيقول لي بتاعنا عن ابني الكبير. ففي صداقة قد ما بدك مع أستاذ عزت، تعلمت منه شغلة كثير عظيمة. هو بفتره من الفترات عمل برنامج اعرف عدوك هذا اللي كنا على مدى سنوات بحرب ال67 وما تلاها كانت الناس كلها في العالم العربي تسمع هذا البرنامج عبر صوت العرب فاعرف عدوك بيقول هو بيقول انا اللي كنت اشتغله في هذا العمل رقي وين رقي انني كنت عربي اصيل افهم واعرف ماذا اريد من امتي واعرف كيف اواجه عدوي اذا بدي واجهه وصارت على مدار سنوات كل ما تعطيت معه وفت على بيته وشفت المراجع اللي بيقراها كانك تشير الى الثقافه لا عم شير يعني... لمحل عبالي إيه يمكن هاي غايته أي... أي... وانا قلت لك انه بتفوتي لمحل بتكون عم تبحثي عن شي انتي بتعبيه يعني أيه؟ انت تشير الى ثقافه كمان يعني هيدا تنويه بانه الجيل اللي كان قبل كان مثقف كان يعني يقرا وكان يقرا وكان بيشتغل على حاله اكثر هلا لنحكي جيل اليوم الشباب في شباب نجوم في مصر يعني لنحكي اليوم ما دام نحن بالسينما المصريه في شباب بمصر هن نجوم أنا مش يعني حتى طاغين على الصبايا نه. هلا صار في بطولات للفنانات نه. يعني المطلقه من عنا. فنانات من عندنا ايه فنانات مشاركات من عنا وفي كمان عنا بطلات معهم. مثل مثل نور شو رايك او أنا هيك مداخله هلا هيك على ذكر الموضوع شو رايك بالصبايا اللبنانيات اللي حبوا انه يكونوا من نجمات مصر؟ هن مش حبوا كيف تلاقي اليوم؟ هني رغبتهم من زمان يكونوا الفارق اللي صار انه نجاح مثلا نور بلشتي بنور انت نجاح نور لما راحت على مصر وقدرت تعمل يعني حوالي 13 فيلم وان تكون محترمه فعلا شجع كثيرات من اللبنانيات انه يروح يبادر إيه يعني محترمه محترمة فعلا هل في منهم محترمات مش فعلا أي طبعا لانه كانت البنت, البنت اسمان بس بحلك. يعني لا 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 كانت البنت اللبنانيه كلما ظهرت في فيلم مصري كان يؤتى بها لادوار هي دقيقه او دقيقتين على الشاشه غيرت نور هيدي النظره طبعا وهذه الفتره الاصيله كانت تطلع فيها اللبنانيه كان يضاء على اوسع مساحه من اللحم فيها <سؤال> وتكون وبتكون مثلا صديقه او صاحبه رئيس العصابه او واحد ثري معه مصاري ومن ثم تستبعد <ميح> كثار منهم وما راح اقول اسماء تصور معروفين اكثر من حدا لكن هلا عم تنزل الفنانة اللبنانية هي ند للنجم <نصفيق> نور يعني اليوم لنحكي عن عن نور نعم لا. لنحكي عن مين كمان نحكي عن نحكي نور بنحكي آ... هلا سيرين عبد النور كمان ليكي طلعوا ورا بعض عبد آه. النور سيرين بتعرفي تم استضافتها وحكيت كلام كثير عن الفيلم اللي عملته مع رودي. رودي عن تجربة سيرين؟ سيرين يعني قدمتها قدمها أول فيلم على أساس أنها امرأة جميلة جدا وأنا من الناس انت اللي أنت أكثر من هيك هلا يعني؟ أنا بعتبر أنها مثلت في لبنان جيد يفترض بالمصريين أن يروا شيء غير جمالها لأنه سيرين تمثل جيدا يعني ما مثلت بفيلم هي ما كان مطلوب منها أن تمثل يعني اذا بتلاحظي طب ليش لما... ليش قبلت بهذا الدور برايك انت بتربطك صداقه نعم. سيرين اللي طبعا. كمان صدفناها طبعا آه آه شو قالت لك ليش قبلت لا بهذا الدور هي... لدخول مصر يعني كان باب هل... هي عرض عليا من زمان انك هي الله لسيرين قال انه بتعملي فيلم مع عمر الشريف بالمسافر وبترجع بتقلبي دغري بتعملي فيلم كوميدي مع محمد هنيدي مين قال نقلها كثير بمصر نقلها احد المنتجين اذا بدك بس هي ما التقت بعمر الشريف بالفيلم ما التقت بس طلعت بفيلم مع عمر مه. الشريف مه. يعني لها ان تفخر بانه مرقت بفيلم مع عمر اللذة هون انه هي قالت انه انا هلا متل وحدة عم تعمل تيستينج وهي قالت لي اياها بقعده هذا انا بعمل تيستينج بدي كوميديا عم جرب كوميديا مع كوميدي بدي دراما عندي دراما وانا عندي تجربتي بلبنان م. يعني عليك ان لا تنسي طبعًا. بانه هي عملت تجربه تمثيل تلفزيوني درامي ناجحه هي نجمه في في دراما نعم هي درامي ناجحه هلا اللي شافوه بمصر ما فيك تلغي انها جميله نعم شافوها جميله دوروا يعني هلا انت ناطر من سيرين اكثر لنقول نيكول سيبا نيكول سيبا كمان نفس القصه لما بلشت التجربه الدنماركيه مع عادل ماما طبعا ما مثلت طبعا ولا شي نص الكاميرا نص, نص بطولي لا, لا الكاميرا الكاميرا كانت تلحقها من ورا بتمشي على جسمها طلوع ونزول ومن قدام طب هيدا غلط هيدا لا لا ما, غلط. ما 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 ولا لأنها لا. لأنها لبنانية ايه. لأنها لبنانية كانت ما حابة تكون هيدي صورتها الأولى يعني ما يعني قلت انت هيك. ما هي. هيك أنا ما بدي أعتبر لها جمالة نيكول لا بالعكس الم... أنا حبيت لا ال... يمكن التركيز بس على جمالها هو التهملة. ايه بس كان الدور هيك هاي انتبهي م. يعني كان الدور مركزا على صبية أجنبية وافدة من الدنمارك وتجي تعطي دروس جنسية أوكي هاي دورة سئلت قالت نعم لأنه بالنهاية هي طب ليش اختار برأيك الفنان عادل إمام لبنانية لتقوم لا بدور لأن اللبنانية رمز ما في شقر بمصر ما في صبايا شقر لا نحن يمكن شقر عنا مميز أكثر ويمكن نحن يعني هو مأخوذ عن اللبنانية أنها قادرة أن تقول نعم لأكثر المشاهد جرأة الجرأة إذا صارت بمصر مشكلة مش هذا مأخوذ ما أنت بتعتبر هذا الشيء صح؟ ولا لا؟ أنا أنا ولا هني يعني هذا نموذج إنما مش التعميم دي. خاطئ هون نحن انطرحت هذه كقضية بفترة من الفترات آه. يعني كان في عم يتقدم عنا يعني عندما تهب العاصفة اللي, اللي انشغل عليه تلفزيونيا وكل شيء وقالوا انه ليك المجتمع اللبناني عم بيصوروا لنا اياه على اساس انه تنانير قصيره وناس مش فرقانه معها شو بتلبس، نحن كان ردنا يوم وهذا اللي هلا عم رد عليه كمان بخيطار هذا انه نحن بلبنان بنعيش هيك يعني هيدي المناظر بنشوفها موجوده فيك تمشي بالشارع مش كل شيء لا عظيم بس فيك تمشي بالشارع تشوفيهم ماشيين صح بس بنفس الوقت بتشوفي هيدي اللي يعني مبينه نسبي من من مساحه اللحم عندها وفي اخرى محجبه كامله هذا المجتمع اللبناني لطالما كان هالخليط ايه بالضبط ايه صح فانا هذا اللي عم حاول اقول لك ايه هلا بيعتبروا انه اللبنانيه اللي راحت على مصر لبست تنوره فوق الركبه وقدرت انها مثلا تمشي بشويه غنج وتلبس ثياب كتير على الموضه، طيب ما نحن معروف عن بنتنا اللبنانيه انها ذواقه وانها جميله وانها تعنى بجسمها، يعني البنت اللبنانيه ما بتاكل مثل الرجال 70 بطن و70 شو اسمه، لا، هي تعرف ماذا تاكل وتعرف ماذا تلبس وبتلعب رياضه نرجع معك استاذ محمد حجازي كنا بموضوع هيك حساس شوي وبدنا نختصره شوي نعم. لحتى ما نعطيه اكثر من حجمه ونحن عم نختصر بكل شيء إيه لا في كثير مواضيع لنلم اشياء كثير موضوع الفنانات اللبنانيات بمصر هل باختصار بتعتبر انه انظلموا او لا هنحكي هن حكى عنهم قد ما هن انجزوا لا لا انا برايي احسن انجاز عمل بالسنوات الاخيره هو ان يتم التعاطي مع الفنانات اللبنانيات في مصر بهذه الطريقه المحترمه يعني انا برايي ذهبنا الى مصر نعم قمنا بادوار جيده نعم انا بقول لك اخر شي كارمن لبوس كارمن عمالة تلعب بمسلسل نبيل عبيد هي وفادي إبراهيم هي وشو اسمه مجدي مشموشي وحتى عرفت انه في اكثر من حدا عمار شلق كمان طلع على القاهره انا برايي عم يطلعوا يعملوا شغل فني هذا هو المطلوب رزان رزان المغربي هيك بميا نصري باختصار يعني يعني يمكن يمكن رزان اخذت خط معين وهي عم تكمل فيه يبدو رزان انه هلا برمضان وشفتها من فترة، ووعدت بان يكون هناك يعني عمل كتير مميز غير كل اللي عملته قبل. طب بالتمثيل هل لقيت لقيت رزان وميا وكل اللي ذكرناه بعد ما بيان. ممثلات ما بيان. جيدات؟ ما بين على... ما, بيان. ما, بيان. ما بيان. انا رزان شفتها يمكن بمحلين ثلاثة، حسيت انه حضورها كتير مميز وهي سارقة جيدة للكاميرا، لعيبة جدا بعلاقتها بالكاميرا وبتعرف فعلا تخليها تلحقها للكاميرا، لكن برايي ما عطاها بعد الدور اللي يحكها ولا قد ايه عندها موهبه مايا للاسف عم تشتغل كثير يعني عندها كثير اعمال عم تنعمل وحتى مسلسلات لكن بعدها ما علمت بالمحل اللي لازم تعلم فيه يمكن لانها تجوزت هلا مرتاحه شوي بمصر عم تهتم شوي ببيت او بزواج ما بعرف لكن يبدو انه بس إنو بالادوار اللي ايه الادوار اللي, اللي مرقت كانت مثل ما بنقول بال بال بالفرنسي بس يعني بتنشاف ما بتهز بمحل معين، عرفتي؟ لا بأس يعني بالضبط، يعني هذا هو هي الصورة اللي هي عنها. آه رزان كمان نفس القصة كمان في محل لازم تبين فيه. لهلا نيكول سابا تنازع، يعني قاعدة يعني عم بتقاتل لتعمل شيء، وهذا كويس، عملت كثير تجارب. هلا يفترض انه يبين لها شيء بفيلم آه يمكن عم تعرضه هلا مصر، انه يكون شيء مميز، لكن كمان مطلوب انك تنتظر شوي. طالما نحن عم نحكي بالسينما حيت نعم. نحكي شوي عن السينما اللبنانيه السينما المصريه السينما المغربيه نعم. او المغاربيه او المغاربية المغرب العربي آه، تونس الجزائر موريتانيا والمغرب ناشطه هذه نعم. السينما آه، انت بتحضر كل هذه المهرجانات انت نعم. حاضر برايك اليوم آه السينما المصرية وين وصلت مين من بعدها وما الذي يعيق السينما السورية ولما الذي يعيق السينما اللبنانية جميل هذا بده بحث بيطلع كتاب ولكن رح نقول باختصار نعم رح نقول باختصار أنا برأيي السينما المصرية مرت بفترة حرجة جدا من قبل ثلاث سنين إذا بدك كانت متعبة كانت مزعجة كانت هي هي عم تحاول تبدل جلدها هي عمالة تتفاعل بداخلها ومرقت أفلام طبعا لا تليق بالمصريين وأنا هذا الكلام هاي اللي هي عم أقوله. فترة. يعني من سنتين من سنتين بلش الرد العظيمة يعني من سنتين ثلاث سنين إذا بدك بلشت السينما المصرية أن تعي في ناس رجعوا وقفوا قالوا مرقة أفلام نحنا ما كان لازم تمروا وللاسف كانت افلام كثير تجاريه كتير سطحيه كثير ما بتليق فيه هون وكانوا الاسماء المحترمه قاعدين على جنب هلا عادت الموجة اللي لها قيمه وعمال بينشغل عليها انا برايي من ثلاث سنين لهلا السينما المصريه اعادت كل حساباتها وانا كثير سعيد بشغل كثير مهم بالسينما مسؤولة المصريه مين مسؤول عن هذا الشيء مين انا برايي المنتجين منتجين الانتاج دائما الانتاج هو اللي ببخس بالسينما وهو اللي بيرفع آه بالفتره هلا الاخيره بهو عم بحكيك يا عنون اروع ما فيها من ظاهره هو عوده النجم المخضرم لكي يعمل مع النجم الشاب هذه مهمه كتير يعني رجعت ليلى علي وتشتغل مع صبايا من هالايام محمود عبد العزيز عم يشتغل مع شباب من هذه الايام محمود ياسين كمان فات باعمال موجوده هل ما زالوا نجوم في هذه الافلام توازي آه، نجوميتهم الأفلام؟ ايه آه. يعني نجوميتهم بتوازي تاني. بتوازي على الافيش يعني لنشوف لا. الافيش اليوم هل هن بمكانهم انت راضي عن وين عم بيحطوا يعني كناقد اكيد سينمائي اه؟ لنشوف بتنتقد الافيش كيف عم يحط اسماء بدك تكوني منصفه بهذا المناخ انت اذا كنت منصفه مثلا لنحكي عن احمد السقا ومحمود ياسين حضر محمود ياسين في هذا المناخ اللي له قيمه حضر كضيف شرف ادى دورا معينا في فيلم لاحمد السقا انا بعتبر حضور محمود ياسين في فيلم لاحمد السقا اللي يعتبر من احد الوجوه القيمه والراقي واللي هي فعلا امل لتغيير السينما لجلده ولونه وحضورها بمصر هلا حضوره نوع من مباركه يعني محمود ياسين عم يقول له برافو لاحمد السقا عم يكمل عم يعطيه باس يعني بالزبط. عم يسلمه بالضبط 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 وهل يكتفي هل يكتفي اليوم النجم محمود ياسين لا. انه بس يكون هو بعد كل هذا هذه الخبره أه. انه بس يسلم يعني بيقدر ما بيقدر عم يلعب تلفزيون خليكي عم يلعب تلفزيون ست عم يلعب تلفزيون عم ياخذ ادوار لها قيمه ومدد اكثر ليش السينما. السينما بس بدها شباب؟ السينما, السينما المصرية تخطئ عندما لا تكتب وعندما لا يكتب كتاب السيناريو للكبار في السن نحن بعد عندنا مشكلة دائما مع السينما المصرية هي أن الكتاب لا يكتبون إلا للشباب البنت الحلوة والشاب الصغير الوسيم وهيدي مشكلة حضرتك بتعرفي عادل الإمام عادل, عادل نعم والتألق وال... أنا برأيي عادل الإمام هو أذكى من يعمل على الساحة الوحيد اللي قدر أن يتمدد على القمة يعني احتل القمه وصاروا زكزكوبي محمد هنيدي، زكزكوبي اشرف عبد الباقي، زكزكوبي كتار ناس بس مش ها... كل هود مش مش, اللي... مش موهوبين وحاضرين هدول الاسماء إيه بس زكزكوبي ليش اعتبرتها لان عم يوجدوا نفسهم إيه لو انك قراتي ماذا كتب النقاد الزملاء بمصر لما قلتي هذا الكلام <applause> لما كتب كانوا يقولوا مثلا محمد هنيدي ازال عادل امام عن عرشه، انا برايي هذه كتابه عيب ما ما بينقال هذا الكلام يعني انت لا تاتين بنجم شاب لحتى يزيل حدا عن الساحه هيدا ممتلوب. هيدا الكلام كان قبل التجربه الدنماركيه لا لا ابدا لا لا غير قصه التجربه كان قبل قبل عوده عادة النجم عادة الإمام عادل, 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 عادل امام بفيلم مثل التجربه الدنماركيه كسر ارقام قياسيه برأيي. بال عادل, عادل ما هبط عادل امام ما هبط ولا مره عادل امام كان عن الكوميديا حاول وهذا بحق له نجم كبير ان يجرب غير الكوميديا بس انا عم اقول لك انه لما كتب عن هنادي او اشرف عبد الباقي وصار كل ما بين حدا يقولوا قلب كانه في حقد او في طار عم يعملوه مع عادل امام انا برايي هيدا عيب بالتعاطي هيدي هيدي حرب على على المشاهير طبعا عظيم ضريبه بنرجع للفين فاللي بدي اقول لك ايه انه مش عيب يطلع نجم كبير على الارض ما عيب يكبر واحد صغير شغله كثير عظيمه وانا برايي ضل محمد هنيدي يدافع عن هذا الموضوع انه انا ما بس ما حدا بياخذ عن مطرح حدا ابدا طبعا هيدا شيء اثبت اصلا عظيم فمش هيك عادل امام اللي هي إيه ساحقه يعني لا خلص خلص عادل عادل يعني في مكانه ما بينهز فيها مم. ربما هو قرر ان يتوقف في القمه بيكون قرار هو هو ذكي في اختياراته ذكي في توقيته ذكي في ولا هو هلا ما عنده سبحان الله هو عادل امام طبعا لا لا وانا هيدا أنا عم حاول اليك اياه، فلما بيجوا بيصيروا شو فيه بشباب طالعين جداد، انا بلاقيها نوع من طار شخصي مع هذا الرجل مين هو. برايك احسن من يلعب كوميدي اليوم في السينما المصريه من الشباب؟ من الشباب؟ من الشباب، يعني انا ب... انا بعتبر عندك احمد حلمي، عندك نعم. اليوم كمان يعني في كثير سبقتيني ش... على احمد حلمي انا بعتبر هذا الشاب وهذا الممثل هو نجم محمد سعد ونزل. ايضا هو لا انا لا لا اوافق على الطريقه، انا بقول انه محمد سعد عنده مشكله وحيده انه لم يجد من يمسك هذه الطاقه الكبيره جدا ويشذبها ويهديه ويعمل له شيء على قده بس هو صعب يعني طبيعه الطاقه آه الموجوده عظيم. عند الفنان محمد بين كهربا سعد آه فظيعه صعبه حقيقه طبعا. يعني شغله يعني ما فيك تتابعي له آه ما فيك تتابعي فين وتضلك قاعده مرتاحه يعني السرعه اللي بيشتغل فيها قدام الكاميرا انا برايي مهما كان عمل افلام كتير ناجحه وهو كان من أ... من اكثر ال... الاشخاص اللي اجتاحوا بالكوميدي انا ما قلت انه فاشل انا عم أقول هذه الطاقه الهداره الكبيره عليها ان تمسك عبر خبره مهمه كمخرج وككاتب سيناريو <applause> لحديت هلا كل من عمل مع محمد سعد مع تحيه له كلهم بيقولوا له نفس الكلمه انه انت مأولى بهذا الاطار وبتشتغل اللي براسك برايك اذا اشتغل مع تغفر. يوسف معاطي كيف بيكون هذا ال بعتبره احسن من كتب لهلا يعني يوسف معاطي انا برايي لما هلا رجع حسن اذا حسن ورجع توازن محمد هنادي هو عندما تعاطى مع يوسف معاطي يوسف اصلا كان كاتبا بمجله الكواكب هو واحد من الزملاء الصحفيين والنقاد لكن هذا القلم الرهيب هذا القلم الرشيق جدا الموهوب احساس احساس بالسيناريو يعني حقيقة فريد ايه. فريد من بالضبط فلما كتب لهنادي تميز هنادي العمل اللي عمله مع شو اسمه مع سيرين عبد النور فاللي <applause> بدي اقول لك إنه،, انه هناك مواهب موجوده لكن على الموهوب يعني حضرتك بتعرفي لما نحكي عن شوشو بلبنان لو ما ينوجد له نزار مئاتي شذب كمخرج لو ما ينوجد له فارسي ووكيم يقعد يعمل له نصوص مرتبة ويقعد معه محمد كريم غيره غيره هذا المناخ للمبدع هل طيب هل تعتقد انه اليوم كمان تعاون الفنان عادل امام الدائم مع يوسف معاطي لا. هو سر من اسرار النجاحات الكبيره اللي برجع بركز على ذكاء الاستاذ عادل أستاذ عادل لما لقاه عم يعطيه اللي بيخليه يحافظ على المكان اللي هو فيها لن يتركه ابدا ما بيتركه يعني لما حدا عم يعطيه اللي كل يوم بيفبرك له فكره فظيعه يعني ما في اروع من الافكار اللي صار من... عمل له ثمان افلام هو إيه. <applause> كان ممكن للمصلحه مثلا انه ضلوا عم يتعاونوا مع بعضهم بشكل عادي يتركوا مثلا بفيلم يرجع له فيلم تاني لا بدي ارجع لا احمد حلمي احمد لا. آه من انا من الاشخاص اللي كثير معجبات بالكوميديا اللي عم أنا فيك اتنفسي. وين بي... وين بت... كتير. وين بتشوف احمد حلمي بعد فتره يعني انا انا شخصيا يعني لا. مني بهيك بخبرتك ولا شيء بس كم كمشاهده بشوفه بمحلات كثير عاليه بالكوميديا كلنا كلنا يعني بشوفوا نجم المستقبل الكبير أنا برأيي أحمد حلمي هو, هو الوحيد اللي ينصت لكل ما يقال له، يعني بيسمع الكلام اللي بينقال وأنا برأيي أنه أحمد حلمي من تنويعة الأفلام اللي عم بيقدمها، قادر يقلك لك أنت كمشاهدة إني أنا بعدني عم جرب لحاول أرضيكِ، لكن لا يمنع أنه هذا موهبة هذا الشاب هي موهبة خارقة، أنا بعتبره موهوب لدرجة مش طبيعية. وهو أذكى الحاضرين يعني طبعا بعتبره هو اشرف عبد الباقي من الناس اللي عم يشتغلوا بذكاء كثير قوي بهذا المناخ لكن احمد عمالي بيقدم العمل اللي بملي لك ككوميديا راقيه وما فيها مهزله نحن عم نعاني من اللي بيجي بجرجرك لتضحكي ما مطلوب من الفيلم الكوميدي انه يضل في واحد يستهبل قدامك لحتى تزقفي او تضحكي لا مطلوب الموقف بس هيدي في في نوعين من الكوميديا يعني في كوميدي الموقف وفي نعم. الكوميدي الهزليه الهزل موجوده ايه؟ يعني منذ من بني كان يعملها الكراكوزات و... الكاراكوزات تنعمل للأولاد انت صرتي بوقت قد ما في منافسه بالتعاطي الفني، ما بقى الشغلات اللي بتبقى يعني انعمل فانتزيا او تتركب يعني مثلا واحد واقع على بس هيدي الكوميديا بتصيب كثير الجيل الصغير يعني مراهقين على فكره اه يعني يعملوا يعني يقولوا هذا عمل للاطفال، يعني <applause> واحد وقع على الطاوله ما بيضحك كثير يعني يعني من عمر من عمر اذا انا من من هيك من من اللي عم شوفه من عمر م. 14 ل 20 22 سنه كثير بيحبوا هذا النوع من الكوميديا، آه، معناتها هدول كمان جمهور ينقال هذا جمهور ما بيفكر، هذا جمهور عم بيسلي حاله، ينعمل له هذا ما فيهم يمنعوا فوق 22 يعملوا يعملوا له هيدا يعملوا له على كل حال مثل ما انعمل انه ممنوع لاقل من 18 سنه يشوفوا بعض الافلام اللي هي مش قد تفكيرهم الجنسي وشو اسمه ينعمل يعني كمان بالكوميديا هذا المناخ لانه في استهبال احيانا على الشاشه ما مطلوب مني كمشاهد بدنا والت ديزني لكن ها صار بدنا افلام هي طيب انا متل بدي أشكري شكيتي والت ديزني والت ديزني, وول ديزني في شيء محلات بتحسي انه نوع من استهبال قدامك لا انا بدي انا عم باخذك لمحل له علاقه بذكاء ما يقدم انا ما بدي ثلاثة أربعة قاعدين بديكور معين يعني. واحد مثلا فات بالديكور وقع عليه شيء والثاني ضحك عليه بعض بصير بضحك كل الوقت استهبال ما له علاقه هذا <applause> انا عمالي عم بقول انا بقدم كوميديا وبقدر خلي احمد حلمي يضحك هذول الشباب اللي عم تقولي عنهم بهذه السن ولكن بقدم لهم الشيء اللي بقدم لهم الكوميديا بقيمتها لانه هذا اللي عم تحكي عنه وضحك على هاي سنتين ثلاثة بيكبر بعمره بصير يضحك على حاله انه كان يشوفهم، هذا اللي بدي وصل له. أنا بدي يعني ربي ما بيعلموا ما بي, علمه, ما بي أه شكرا ما بي, ما بي عم لك أنا بدي ربي أنا بدي أعلمه على بس من الفترات كان في يعني الفنان الكبير سمير غانم معتمد نعم. كمان كوميدي اللي هي بتعتمد على الحركات والاكسسوار وتغيير اذا جبت سيرة سمير غانم بدي أرجعك لثلاثي أضواء المسرح مثلا نعم بس هيدول أهم ثلاثة عملوا كوميديا حقيقية بس كانوا يعملوا هذه المواقف الهزلية جدا يعني كانوا يقلبوا ويعملوا بس شو حركات يعني ما كان في جدية حوار يعني سيناريو محبك لما كانوا نضيف أحمد يعمل حركة ما يضحك بحياته يعمل حركة هيك بغشة من الضحك لما كان الله يمد بعمره يعني أمير سيدهم بعرف أنه له فترة كان مريض أمير كان له يعني جورج سيدهم قد ما عنده قدره بالتعاطي مع جسده اللي كان يعني ينشغل عليه على اساس انه سمين شوي كان رائع وكان سمين يعمل شيء فكانوا ثلاثتهم مثل يعني ثلاث انواع عمال يدخلوا بعضهم في جديه وفي الكونتراست تبعها هي اللي عملت كوميديا هدول بيزوموا او عملوا الشرقه اللي بتعمل كوميديا بس ما تجيبي لي يعني مثلا ومع احترامي لابو سليم الطبل مع احترامي للاستاذ صلاح تيزاني المشكلة بكل من يلعب كوميديا إنه بيجيبوا فيلم واحد عشرة بضحكه مش هاي هي الكوميديا شو بيعمل بيضربوا بعضهم يعني طبعا مم. الكوميديا هي واحدة بيعطي موقف جدي الثاني بيلعب اللمعة تاعت الكوميديا بتطلع الضحكة. حلو عودة معك استاذ محمد حجازي ما بدي ضيع ولا هيك شوية وقت من الحديث لحتى نحكي بكثير مواضيع عن فنانين بصراحة نحن عايشين فن عايشين عطاءاتهم كلها سوا بنحب نتعرف أكثر ونسلط الضوء على الأعمال إيجابيا سلبا ما بعرف طبعا. شو بدنا نحكي شوي عن السينما سينما السينما, يعني اعطيتنا هيك نبذه برايك بالسينما المصريه السينما المغرب العربي السينما المغربية بصراحة هي تعتبر من أهم السينمات اللي عمالة بتشتغل ولكن مشكلتها لا وجود للنجم فيها هيدي مشكلة كبيرة تماما وهيدي خاصية السينما المصرية بتحكي بالسينما المصرية بتلاقي النجم حاضر في أنحاء العالم العربي بيستندوا عليه كأساس وبيبنوا عليه أفلام بالمغرب العربي تصنع أفلام راقية جدا لماذا لا تصنع النجوم طيب؟ ليه ما يعني صار في محاولة بوقت من الأوقات اخذوا مريحه كامل وكمال الشناوي مع رضا الباهي وراحوا عملوا فيلم يعني كان في خلطه ما بين مخرج مغاربي اللي هو التونسي رضا الباهي هو واحد من اهم المخرجين التونسي وجاب كمال الشناوي ومريحه كامل وعملوا فيلم لم ينجح الفيلم ما نجح وذهب هذا العمل الى كان وذهب الى كارتاج وعرض في مهرجان دمشق وما خلى محل ولكن هذه التجربة اللي خاضها رضا الباهي هو بيعترف يعني بهذا الموضوع من سنتين شفته بدبي لأستاذ رضا وكنت عم بحكي معه نفس الكلام ضحك كثير قال لي أنا حاولت وعرفت أني فشلت لم أعد الكرة ف... طب يعني ليش هني ما عندهم نجوم مغاربة في المشكلة السينما المشكلة في التوزيع المغربية. المشكلة في التوزيع دائما يعني انت هلا اللغة ممكن اللغه بالضبط هي المشكله الموزع اللبناني مثلا بيدعي بانه هذا الفيلم اذا بجيبه من برا بل يحكي جزائري او تونسي او حتى مغربي هذا الفيلم بتجيبه لهون بده ترجمه فعيب أن يترجم فيلم عربي شو بده يترجمه؟ بحط سو فرنسي؟ بحط سو فرنسي عيب تحطي سو فرنسي انا شفت افلام تونس يعني مم. مغربيه عفوا ومترجمه إلى بالعربي طب يعني هاي عرفتي؟ عندي تترجمين بس ما زعجني الموضوع لا عم لا عم بيكون في عندي سرعه لحتى أي. افهم الكلام هلا يمكن مره احنا ما رأ... نحكي نفس اللغه يعني اوكي بعرف عرب ما بنحكي نفس اللهجه، نحكي يعني. نفس, اللهجة. آه. نفس اللغه بس نحن مش مزبط. نفس اللهجه آه يعني هذا اللي عم تحكيه كلام كثير بمحله ولكن هو بدايه لتعويدك على انك تصيري تفهمي اللهجه المغاربيه، م. كان كويس، لكن ما حدا بيطول باله من الموزعين، وانا برجع بقول لك نحن في لبنان عندنا 110 صالات كيف انتاجاتهم؟ مين يعني الأسماء الجزائريه المغربيه في وف يعني في وفره في الانتاج عندهم في افلام عديده وجيده وحاضره لكن هذه تشارك الافلام تشارك في مهرجانات عالميه هذه هي اهميتها انها تشارك واهميتها انه لما بتروح على مهرجان عالمي بتاخذ جوائز طبعا. نطلع نحن النقاد لما بنشوف هذه الافلام في مهرجانات عالميه نحمل هذا الفيلم على الراحات ومنقول ما اروعه ما احسنه في شاطئ الاطفال الضائعين بس ما بنجيبه ما بنجيبه على الدول شكراً. العربيه شكرا هذا انا اللي اقول لك يعني في جلالي بياخذوا ريسك يعني فيك ايه جلالي فرحاتي مم. من عامل فيلم اسمه شاطئ الاطفال الضائعين واحد من امتع الافلام المغربيه وعرض ب بباريس بمعهد العالم العربي وزقفت له الناس كلها واخذ جوائز طيب هذا الفيلم ما وصل ما وصل لبيروت اللي هي عامل لك 110 صلاه عندي المشكلة في الموزع الذي لا يغامر في فيلم يمكن ما يفهمه الناس هذا يعني إذا بدك التبرير عن الموزع اللبناني لأنه بعض الموزع الأول عربيا لماذا السينما السورية ليست بنجاح الدراما السورية السؤال كثير محلو إذا أحببتي السينما السورية أسبق في أن تكون حاضرة من الدراما السورية التلفزيونية ما بعرف شو المشكلة مع أنه المسؤول عن يعني مسؤول عن السينما في, في سوريا من احد الزملاء العزيزين جدا اللي هو واحد من اكبر النقاد في يعني في في سوريا مسؤول عن هذا القطاع، لكن كل يوم بسمع انه في مشاكل بين المخرجين وبين هذه المؤسسه، مؤسسه السينما في سوريا. اللي حاصل مثلا في محمد ملص، واحد من اهم المخرجين في سوريا اللي عمل اللي عمل افلام ذهبت الى الخارج وعملت جوائز. عندك عمر أميرالاي عندك اسامه محمد، اسامه محمد أنا فتره مش عم نسمع فيه. محمد ملاس كل فترة بعرف انه كان عم يشتغل بفين وطلع برات سوريا عمل شغل كمان ما كمل ما بعرف شو عم يحصل مش عم نقدر نتابع ولكن السينما السورية عملت عبر مجموعة من المخرجين أساس لسينما مميزة وشايفة لو تكمل السينما السورية كما بدأت لنافست أيضا الدراما المصرية بالتلفزيون لكن أنا بتصور أنه لازم هلأ يبلش هلأ لا تنافس اليوم الدراما السورية الدراما المصرية؟ لا عم اقول لك كان الفيلم السوري ينافس السينما. قدر الفيلم المصري بأرضه مثل ما عم تنافس الدراما السورية الدراما المصرية. <متنفذ> لا الدراما السورية تنافس بقوة. طب ونحن وضع بيعترب. وضعنا بلبنان وضع شو الم... السينما؟ المأساوي دائما اللي بنحكي عنه مع كل الفنانين السينما بدك تقولي؟ احكي آه... انا دراما بدي احكي كمان انا مش يعني مش راضي كل الرضا في محاولات جدية حقيقة أوكي. بالدراما هلا يعني اذا بدك من من شي ست اشهر صرنا نقول هيدا الحكي في محاولات جدية انما مش كافيه وبعد ما اثبتت شيء كبير بدنا نتصالح مع حالنا بدنا نقول انه ما كان يذهب من عندنا لحتى يروح ينعرض بالتلفزيونات العربيه كان يذهب دون ان يمر على اي جهاز رقابي ابدا يطلع المسلسل اللبناني يظهر من القناه 11 يروح لبرا من كتر احترامه له ما كان يمر على بس هذا كان فعل فعل ماضي اليوم الدراما آه. <applause> الدراما اللبنانيه وين عم تعمل بايلوت وما آه. حدا عم يقبلها انا برايي هناك استخفاف يعني معلش ما في حلقه بتنعمل ب 10000 دولار لحتى تطلع حلقه رهيبه وكبيره ومهمه الانتاج اذا لم تصرفي على الانتاج كل ما حطيت زياده كل ما بينت هذه الزياده بالعمل ما معقول انه ديكور لنفترض بكلف له 3 4000 دولار لينعمل ولا ولا يواكب السيناريو بنقول بلى طيب هلا هاي يعني هي نفس نفس المشكله دائما نفس الانتاجيه يعني ايه ما بدي اعطيها اكثر من هيك لانها انتاجيه ما ما, ما في ايه بس عزيزتي فيك توصلي لمحل كثير رهيب يعني انه انا ماني عارف انه طالما انت بتعملي لنفترض انتاج ضعيف وانت تدركين انه لن يسوق ليه بترجعي بتعملي واحد ضعيف تاني وبتصيري تنقي وتقولي انه يعني ليه ما عم يتسوق يا عمي ما طيب ينعمل عمل كويس ينصرف هاي المغامره علي. اللي حكيت عنها كمان بزة. مثل ما بدو يغامروا الموزعين بدو يغامروا المنتجين شكرا انا عم حاول يعني في محاولات اكيد بتجيب حدا احسن ولكن بدك توظفي المصاري بمحلها هي مشكله ثانيه بس في طاقات في ممثلين اه في مبدعين عنا كل شيء عنا كل شيء ما بينقصنا ورق شوي ما في بحاجة مشكلة على في بحاجه نحن ل كمان المشكله دائمه المشكله دائمه في الذي يكتب يعني م. نحن وهيدي موجوده حتى بامريكا اذا بدك معلش يعني حتى كتاب السيناريو في امريكا لما بيجيبوا واحد بيعطوه 5 مليون دولار بيوقفوا كل الاعمال الكتاب شكرا السيناريست اللي, السين اللي يعني لما اضرب من فتره ما طبعا, طبعا 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 بس بس وقفت اللي حصل اهم المسلسلات واهم ايه؟ البرامج التلفزيونيه انه ايه؟ بيجيك مثلا كاتب سيناريو في امريكا بياخذ بهوليود 5 مليون دولار اي 5 مليون دولار على نص لكن هل تدركين انه هذا النص يكتب في سنتين وثلاثه هيدا مص هيدا يشتغل على ليش ما رحت ومشي... على كان السنة؟ لأنه بصراحة التزاماتي كتيرة بأشغالي في لبنان ما عم بقدر أروح وبتعرفي أنت يعني أنا عندي ابني عم يعمل جامعة ويخلص فبحاجة لكتير فلوس مجبور يكون في لبنان وعم طلع له مصاري قد ما فيني لحتى ادعمه ولا يتخرج يعطيك الف بصراحه شاء يعني. الله بيتخرج له طول عمرك الله يخليك يا رب وكان وآ هيك والافلام المشاركه بس اكيد انت على اطلاع كبير باللي صار كان والافلام السينما العالميه ماذا تعنيك السينما العالميه أه انت تحديدا نعم نحن ثقافتنا مثل ما تعرفي على مدى 30 سنه كنت اغطي مهرجان كان منها وفانيز بالبندقية ورايح لمهرجانات تانية كانت أقل قدرا وقيمة من هذه المهرجانات لكن كل ثقافتنا هي ثقافة هذه المهرجانات العظيمة تعلمنا منهم كل شيء يعني لما بتروحي على كان بتروحي ب 10 ايام او 11 يوم بترجعي شايفه 80 او 90 فيلم. يعني في يقول واحد خزان اكثر من هيك مهم وانت تجمعين هذه الافلام الوافده لك من كل انحاء العالم صح. وهناك جهة نسقت ورتبت وشافت قبلك وعطت قيمة كل شيء وجابتلك هذا الانتاج وقالت لك قدامك تفضلي شوفي هيدي فرصة عالمية أنا بتعني لي لألي مش بس ثقافة شخصية أنا بتعني لي لألي أني أنا من خلال ما أرى وما أتابعه واللي بتفاعل معه أنا أقول في كتاباتي عندما أكتب أنه يا جماعة هكذا تصنع السينما بهذه الطريقة وهي لا تحتاج عادة لعبقرية في شوية عناصر ومكونات بتركب ايكواسيون بيعطي نتيجه صح بس ما عندنا عم نحكي عن الانتاج عندما تصرفين صح على عمل تاخذيه صح واحيانا في افلام يعني يجب أه؟ التنويه تنويه انها بتكون بميزانيات كثير متواضعه صغيره ومتواضعه أه؟ وتعمل نتيجه, نتيجة وايرادات وهذا شيء اثبت اثبت حاله بكون فيها شيء جديد، فكرة جديدة، بكون أنت بتعرفي يعني انه إحنا بتروح سلام افلام سلام مليونير مثلا، آه. فكرة جديدة لهالشاب الهندي يعني فيها فيها من كل شيء فيها فيها عذاب فيها ربح فيها يعني هو فيه فيلم فرح هندي عامله واحد انجليزي على كل حال، إذا عن سلام مليونير يعني هالقد هو فيلم هندي عامله واحد انجليزي، بس اللي بدي أقول لك بك إياه بكل بساطة بهذا الإطار إنه كل ما يصنع في الخارج، ما يصنع من السينما وبنسميها نحن عالمية هي لا تصبح عالمية بالكذب، تصبح عالمية بالتلفيق. نحن عم تروح أنت بتعرفي أفلامنا ليش ترفض في كان؟ نحن أفلامنا العربية عموماً تذهب إلى مهرجانات عالمية، لماذا ترفض؟ عم تنرفض من أول لحظة. ليه؟ لأنه نسخة غلط. نسخة معمولة غلط، ما في صورة صح، ما في صوت صح. يعني إذا بدك أبجدية البدائيات تاعت السينما إنك يعني تشوفي صورة مزبوطة وتسمعي صوت صح وتعملي إفيات ويطلعوا مزبوطين للناس مش موجودين بس تطلع على هذا بيفوت وجه الست طالع لون بيفوت وجه الممثل طالع لون تاني بيعملوا لقطة جامعة بيطلع لون تالت في مشكلة بس نحن في عنا صورة حلوة عم تتقدم صورة قليلة قليلة ما ليست موجودة كتير كلما ذهبنا إلى مهرجانات برا بتلاقي مخرج مهم لو ما عم يطلعوا هلا بلشوا بلشوا يطلعوا يعملوا بوارسو عم يطلعوا يعملوا شغلات بلندن عم يطلعوا يعملوا تحميض طب هيدي ليه ما انعملت من قبل وليه ما بيتم ادراجها بكل ميزانيات الافلام ليش بعدنا عم نتباخل على افلامنا وكل ما حدا تحكي معه بحط اجره اجر بيقول لك هناك من يعادينا في الخارج وهناك لعبه صهيونيه ضدنا. لا بس هناك, هناك, هناك انا رح اقول لك انه في هناك مشكله ايرادات يعني بيشوف. اليوم في سوق ما بيحمل يكون ميزانيه هذا الفيلم يعني اذا اي منتج فيلم فيلم ما حدا بده يخسر ما حدا بده ما حدا بده يخسر كله بده يربح اليوم اذا هذا هذا الفيلم بينزل على الصلاه وفي ما. عدد معين نعمل احصائيا يعني اذا بده يتكلف هذا الفيلم رقم الكبير وما بيجيب ايرادات الا نصه وإذا صار مع كثير من الافلام اللي تعتبر عظيمه واثنيت عليها حضرتك بكتاباتك بمصر ما بدي اسمي بس هيدي الافلام الافلام ما جابت خدي افلام يوسف شاهين معلش يعني حتى انه نحن مش ما عم نسمي خوفا او رعبا من حدا ابدا افلام يوسف شاهين كانت تتهم دائما بانها لا تفهم وليس جماهيريه هلا عم تشاهد هل عم تشاهد بقيمه ليله لا البيبي دول هل لا. هل جاب ايرادات لا ما جاب ايرادات عمارة, عمارة يعقوبيان هل جاب ايرادات تغطي عمارة يعقوبيان نعم جاب تغطي نعم تغطي الـ الـ كانت يعني تغطي المصاريف غطت غطت عمارة يعقوبيان وانعرض بالامارات وانعرض بالخليج ربح هذا الفين انا برايي بدك تعمل معادلة ربح معنوي عم بحكي بقصد الربح المادي ايه بتعمل معادله انا برايي عمارة يعقوبيان يا يا اسس لسينما جديده بتقول انه في فيلم كويس خليني اعود انا الجمهور العربي على ان يشاهد سينما حقيقيه بس فيك تزيد تعرفة السينما انه دخول السينما فيك تزيد التعريفه لحتى ما تزيد. هذا المنتج اليوم بدك تقول له اليوم هيدا الفيلم مكلف هالقد لا. لازم تدفع عليه بدل ما تدفع عليه آآ آآ اليوم بلبنان 9000 ليره ليفوت أوكي. هيدا بدك تدفع 25000 انا لك هل أكثر بيقبل المشاهد انا رح لك اكثر من هيك انا رح اقول لك اعمل فيلم كويس في ناس كثير ما بينزلوا على الصاله لانه ما بينزلوا لافلام تعيسه اعملي لهم فيلم جيد بتشديهم على الصاله هدول اللي ما عم ينزلوا اذا نزلوا اليوم لك بالارقام بنسبه الناس اللي بتروح الى السينما مين؟ وحتى اذا بدك تزيدها نسبه معينه وكبيره آه. كمان م. يعني بدك حتى اذا بدك تضم جمهور الافلام الغربيه اللي هن نعم. جمهور جيد جدا آه. وجمهور الافلام العربيه ان كان في مصر وكل انحاء العالم العربي نعم. وفي لبنان آه بتلاقي انه هيدي النسبه لا تكفي حتى اذا بدنا نعمل افلام بتكلف ولا حتى ربع الافلام اللي اقل من ربع كمان نعم. أفلام اللي بتكلف خليني اقول لك شغله يعني مشان هيك إيه. هون انا بلاقي المقارنه غير آه. منصفه لانه هذا المنتج بالنتيجه عمل فيلم واثنين وثلاثه آه. بس بده يربح أفلام. عزيزتي، هذا صار مع حسين القلب بالزمانات، كان يعمل افلام يقولوا له انت شركتك تنتج للمهرجانات بتجيب لنا جوائز ما بتجيب مصاري كان عم بيقول لهم انا عمالي باسس لبكره ما بدي اسس لهلا انا بدي ابعد عن هذا رح احكي تجاري مثلك هلا رح احكي تجاري متلك رح اقول شغله انت عمالي بتقولي انه ما بينزلوا كثير ناس ليشوفوا ما عم بيتابعوا انا بدي اقول لك الفيلم العربي في لبنان لا ما بيجيب قرش واحد اذا ما كان فيلم لعادل امام ما بيجيب ناس اذا كان فيلم مش لنادي الجندي منك الموزعين لا لا ابدا هن بيعرفوا شيء هن بيعرفوا <applause> ايه بس عم بيجيبوا افلام مين هلا عمر وسلمى مثلا ما عم تشتغل هلا عمر وسلمى عمل بال... اول سينمات عنا بلبنان ايه عمل اول جزء كان عمل ناجة. مميز الناس ناطره الجزء الثاني اللي هلا عم ينعرض ببيروت وافلام احمد حلمي كمان عم بتكون هيدا هنادي كمان اشتغل ببيروت هنادي اشتغل من شان سيرين عبد النور مرق لهنادي اكثر من فيلم ما كان عم يشتغل جيد وما نزل الا هذا كلام ما بيزعل منه النجم محمد هنيدي مش هنادي. عم نحكي ضده الاستاذ محمد هنيدي ابدا نحن عم نحكي ان اعماله لم تكن تصور واصلا الفيلم اللي ما اشتغل ببيروت هو ذاته اللي ما اشتغل بمصر لانه هلا قلع محمد هنيدي بفيلمه الاخير مر له اربع افلام لم تكن جيده بس أنا بدي أقول لك شغلة، بتعرفي ليش نحن ما عم نروح على لم تكن جيدة في مصر ولا لم تكن جيدة في بيروت؟ لم تكن جيدة لا في مصر ولا في بيروت لأنه أصلاً هذا الفيلم جيد الفيلم جيد لأنه لأنه هنيدي يمكن الفيلم جيد بالمطلق مش لأنه مش لأنه, 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 لأنه يمكن سيرين عبد النور هي اللي وعيد. خلت الجمهور يجي بلبنان كنا يعني في عنده جماهيرية وقاعدة كبيرة من الناس اللي بتحبه لمحمد هنيدي يوسف معاطي مع يوسف معاطي مع عمل معه وعمل له نص كثير جيد، هذا النص جلسوا لهنادي له وقلع فيه وسيرين عبد النور لها فضل في هذا الفيلم انها كانت مضيئه في هذا العمل ما مثلت كثير نعم يعني يعني ايش الناس تتفرج على سيرين عبد النور؟ ليش لا تجي ايه في هلا عنا سينما هي سينما الفرجه يعني حق لبعض الناس تشوف بس انا بدي اقول لك شغله انه الناس اللي ما عم تنزل على السينما مش عم تنزل لانها ما بتحب النجم لانها ما عم تحب هي السينما انت عارفه بفتره سابقه اللي حكينا عن ازمه السينما المصريه كان يذهب جزء ونمط من الجمهور هذا النمط ما بيعمل سينما ما بيجيب مصاري كان يمرق الفيلم يشتغلوا اسبوعين ثلاثه يلم شويه مصاري من هذا الجمهور المتواضع المستوى ويرجعوا بيعملوا له مثله فيلم ثاني وثالث ورابع السينما ضلت محلها انا مقصدي انه ينعمل فيلم صحيح وجيد ومعمول كثير كويس وما جاب كثير مصاري معلش بس ممكن عم قصص صح عرفتي بدي اتمنى عليك تكون منتج يوما ما ونضل نحكي ما بطلع ولا شيء. ما بطلع ولا شيء. <applause> ونحكي بهالاسلوب على كل حال في كثير مواضيع كنت حابه احكي انا وياك فيها الوقت داهمنا استاذ محمد على كثر بس, بس اليوم استفدنا من خبرتك طبعا وهي الكبيره بالسينما انا بعرف قديش حضرتك هيك تغوص وتغوص في السينما الله يحليك. ونحن بحاجه لاشخاص مثلك على طول حاضرين لحتى يقولوا رايهم ويقولوه بصدق وبحياديه يعني من من دون انه ما يكون في عندهم مصالح خاصه وانا بعرف من دون كثير ممالقة يعني طبعا هذا الشيء آه كلمتك الاخيره آه بنهايه البرنامج بدي اشكرك بدي اشكر أنا حضورك أشكرك. الغالي الله يخليك أصدق. بدي اشكرك اشكر ذوقك اشكر حضورك وانا دائما اثني على طريقه تعاطيك مع كل ضيوفك وهذا الكلام ما كنت اقول لك لا ممالقة ولا مجامله ولا شيء انت حاضره بكل شيء وبقول لك شغله انه انه عاده في كثار من المذيعات اذا قالوا شيء سلبي بيعبسوا وبي وبيقولوهم بطريقه بتكون انت عم تقولي السلبي والايجابي بنفس الابتسامه وهيدي اهميه المذيعه ان تكون حاضره بالابتسامه نفسها تضرب سلبي وتضرب ايجابي بركي لانه عم اقول السلبي بهدف ايجابي يمكن لا طبعا هي نية طيبة, <applause> طيبة طبعا ما لها شيء ومهنيا هيدي كثير صح آه شكرا لحضورك و وبدي اقول لك انه قليل بهالايام يعني عم يطلع لنا موديلات بس على الشاشات بيطلعوا بيحطوا لنا اياها فيترينا بتفوتي على الفيترينا بتلاقي البضاعة مشتركة كويسة احكينا بهالموضوع كمان يلا بلقاء تاني يلا على شكرا لحضورك الغالي استاذ الكبير الصحافي والناقد الفني والسينمائي والاعلامي المخضرم محمد حجازي شكرا لحضوركم الغالي مشاهدينا ملتقانا الاسبوع اللي جاي مع فيم من بيروت you <laughs>